يعطيكم العافية والسلام للجميع. تربية الأطفال يمكن من الأشياء اللي كلياتنا كأهالي بنحاول إنه نقوم فيها بأحسن وجه، ومعظمنا بيسوي كل شيء في حياته من أجل أطفاله. في ناس بتقدم على وظائف وبروحوا أماكن خاصة عشان الأطفال، في ناس بيعملوا هجرة عشان الأطفال، في ناس بنتقلوا من شغل لشغل عشان أطفالهم، في ناس ما بوكلوا وبيشربوا وبيدخروا مصاري عشان أطفالهم. لكن تربية الأطفال في هالأيام أصبحت صعبة. عم بنحاول الآن الأطفال في هذه الأيام بدك تقنعهم قناعة، بدك تعملهم إكسبرمنت، بدك تورجيهم شو اللي لازم يسووه، مش بس بكلام، بتفكير وبعمل. خليكم شوفوا سلسلة هاي الفيديوهات، هنعمل أكثر من فيديو عن هذا الموضوع. اوكي ادم، اللعبه هاي شيء من الحياه، هذه طينه. اوكي زي ما انتم شايفين طينه، انا بلعب في الطينه قاعد. اوكي وكل واحد بدي اياه يلعب بالطينه. يلا حط ايديك، حط ايدك جوا، ايد واحده مش تنتين، واحده. يلا العبي شويه هيك، العبي العبي. يلا اوكي يلا العبي، حطي ايدك تخافيش. هلا حورجيكم شو السولوشن. Let's do it. طيب خلاص طلعوا ايديكو. Don't shake. Not shake. I'm not shake. Adam, put it down. I washed my hands. Okay. خلاص دبت again. يلا حطوا ايديكو حطوا. I put my hands in spaghetti. طيب هلا كل واحد عنده محرمة بس امسح ال. No, I'm keeping it. امسحيها. I feel like this is the last one. Guys, if you want to know where my fingerprint is. حطيها هون. هل تتوقع انه ايدك نظيفه؟ نو. اوكي هل هذا كفايه؟ نو. شو اللي لازم يصير؟ نستخدم الميه على الاقل. اوكي خليكم انتم هيك. وهي يا جماعه ليش احنا العرب والمسلمين بنشطف، تعرفوا التشطيف؟ اوكي عشان لما واحد يسالكم ليش بتشطفوا قولي له لما بتحط ايدك في المد انت بس بتغسلها، بتحط محرمة صح؟ احنا دائما بنستخدم محرمة. هل هذا بكفي؟ Is it enough؟ اذا انت المد ما راح من ايدك كيف يروح الوسخ من ورا صح؟ فلازم ايش نسوي؟ نستخدم المية. اوكي سيمبل، شغلة عادية. اوكي بس لازم نعرف ليش احنا بنسويها، ليش الناس التانية الاجانب كلهم ما بيشطفوا صح ولا لا؟ بس احنا بنشطف لانه احنا بدنا نكون ايش؟ نضاف، ما تطلع ريحتنا صح؟ يلا روحوا غسلوا ايديكم. Encouraged me a lot. Okay, so you can answer now. هلا بتعرفي ليش احنا بنسوي هيك صح؟ Yes, I know why. But yeah, I don't. احنا بنشطف عشان مش مقززين. Yes. انتوا شباب ليش؟ شو فكركم بالموضوع هذا؟ كويسة؟ انا كنت بشطف. شاطر، وادم؟ كويسة. طيب يلا جد بنشطف. نعم سمعتوا الكلمة صح، بنشطف لما نستخدم الحمام. وغيرنا أولاد تانيين من الجنسيات التانية ما بيشطفوا، فلازم تقنع ابنك بطريقة ذكية ليش لازم نشطف وننظف حالنا بعد الحمام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك.